إيران اليوم تعزز من دفاعاتها عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل البلاد، وتقوم ببناء نفق دفاعي داخل طهران، وهو هذا النفق يعتبر لأول مرة تقوم ببنائه إيران، ويعتبر جزء من التدابير الاحترازية والدفاعية عن البلاد. فهل برأيك إيران اليوم تستبق التصعيد المحتمل لما ممكن أن يجري في الأيام المقبلة من قبل إسرائيل؟ دون شك يعني عودة ترامب إلى السلطة أمر أثار ذعر إيران، يعني ورغم عدم الإمكانية يعني تأكيد التقارير التي تحدثت عن محاولات إيرانية لاغتيال ترامب، إلا أن إيران من أكثر المتضررين من ترامب. وليس صحيحا أن العقوبات الحد الأقصى التي فرضها ترامب لم تأتي بنتائجها، هي لم تستمر. يعني حينما جاء بايدن إلى السلطة خفف من تلك العقوبات بشكل غير علني، ولكن النفط الإيراني بيع بشكل كبير وبخاصة إلى الصين. العقوبات التي فرضها ترامب وألزم بها مجموعة من الدول وضعت إيران في أزمة اقتصادية كبيرة، وهي ستفاوض ربما إذا كان هناك مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب حول العقوبات، أي تتنازل عن بعض النقاط المختلف عليها، سواء الصواريخ الباليستية، سواء المشروع النووي، سواء وجودها في المنطقة ودعمها لمجموعة من أذرعها كحزب الله والحوثيين وأيضا حماس أو حتى في سوريا والعراق. وبالتالي كل ذلك سيدخل ضمن لعبة المفاوضات، ولكن إيران متخوفة وهي تستعد بشكل حقيقي لما يمكن أن يحدث، ومقصده هنا الضربات، بمعنى أنها تحاول تكريم ما تضرر دون شك، ولكنها يعني الوقت ينفد، لم يمكنها الوقت يعني إصلاح ما تضرر. ومن ناحية أخرى هي تحاول أن تجد أنواع من الملاذات أو الدفاعات في حال تعرضها لضربة، لأنها متأكدة على ما يبدو من أن هناك ضربات قادمة عليها.